عنوان المداخلة الثورة والثورة المضادة في تاريخ بلاد الشام الحديث قراءة جديدة لأحداث الثورة الدستورية عام 1908 والردة الاسترجاعية في مدينة نابلس. وتستلهم هذه المداخلة قراءة جديدة لتاريخ فلسطين وبلاد الشام المعاصر من خلال منهجية حنا بطاطو في معالجة التاريخ الحديث للعراق وسوريا، وتركيزه على مفهوم الوكالة كرافعة تحليلية لأهمية الطبقة والفئة الإثنية ومجموعات القرابة من عشيرة وقبيلة وحمولة في دفع أو إحداث الشلل في التغيير السياسي. ما يهمنا هنا تحديداً هي معالجة لحظة فارقة من تاريخ فلسطين الحديث وتجليات التحولات العامة في مجتمعات بلاد الشام العثمانية من خلال دينامية العلاقة في مدينة نابلس بين السلطة المحلية للتجار ووجهاء المدينة مع رموز السلطة البيروقراطية لدولة باب العالي وعقبها العسكرية في الفترة الزمنية الحاسمة التي فصلت بين الثورة الدستورية العام 1908 وتعرف بثورة الحرية وبدايات الحرب العظمى التي فجرت الصراع الفئوي في بلاد الشام بين أنصار النظام الحميد القديم الجبهة ومريدي التحديث العثماني، ومن جهة ثالثة الداعون للانفصال القومي عن الدولة. هو صراع ثلاثي لم ينحسم إلا من خلال التدخل الخارجي لقوات التحالف الغربي خلال الحرب العظمى. في نهاية الحديث راح أعود لمعالجة فكر حنا بطاطو في قضية جزئية وقد تترأى لبعضكم بأنها هامشية، وهي موقف بطاطو من الحركات الصوفية في تعبئة الفلاحين خلال فترة الثورات. تعليق راح أعمل في نهاية الحديث. تميزت مدينة نابلس التي عرفت بدمشق الصغيرة في كتابات المقدسي في ذهن العامة بعلاقتها بالصابون والكنافة وتسامحها مع العلاقات المثلية. هذا بيشبكها مع طرابلس في كنافة كمان بطرابلس في صابون. كما اكتسبت المدينة وضحيها سمعة التمرد والعصيان ضد السلطة المركزية من جانب فلاحيها وطبقاتها الشعبية، وقد استحقت لقب جبل النار نتيجة الثورات المتلاحقة ضد النظام، ابتداء بثورة قاسم الأحمد عام 1834 ضد جيوش إبراهيم باشا، وثورة فلاحين جبل النار بعد قرن من الزمن في الثورة العربية 1936-39. والطريف أن منطقة نابلس وجنين كانا أيضاً مركزاً للثورة المضادة التي تحاربت مع الإنجليز ضد الثوار بقيادة فخر عبد الهادي، والتي جندت فلاحي المنطقة في كلا الثورة والثورة المضادة. امتازت مدينة نابلس بتواجد ثلاث مؤرخين طلائعيين عايشوا الفترة الحاسمة التي فصلت الحقبة العثمانية المتأخرة عن فترة الانتداب والاستقلال اللاحق. ثلاثتهم جمعوا بين الانخراط في نضالات محلية ورؤية ربطت بين مصير فلسطين وعلاقتها مع بلاد الشام والسلطنة العثمانية. الثلاثة اللي راح أعالجهم هم مؤرخين محليين، بعضهم مش معروف بتاتا، بعضهم سمع عنه. رفيق بيك التميمي مؤلف بيروت ولايتي باللغة التركية والتي ترجم لاحقا إلى العربية، مع محمد بهجة الحلبي، وهي هذه الدراسة. بدون منازع أهم إثنوغرافيا تاريخية لبلاد الشام في نهاية العهد العثماني. وفي رأيي أن التميمي هو المؤلف المشهور لكتاب فلسطين رسالسي أيضا بالتركية، الذي استخدم المعطيات
الديموغرافية والخرائط الإثنوغرافية في تأليف الدليل العسكري للجيش الثامن خلال الحرب العظمى بتكليف من القائد محمد جمال باشا المرسني، غير عن جمال باشا اللي شنى الثوار في ساحة الشهداء. والثاني إحسان النمر صاحب تاريخ جبل نابلس والبلقاء حول نهاية القطاع الالتزامي وتكوين الدولة الحديثة. والثالث أهمهم برأيي محمد عز الدروزة صاحب المذكرات التي استخدمت أدب السيرة في تدوين التحولات الاجتماعية. من أهم القضايا التي عالجها هؤلاء المؤلفين الثلاث هي كيفية استقبال حواضر بلاد الشام للثورة الدستورية والثورة المضادة لها عام 1909، وهي مسألة لم يتطرق لها المؤرخ المقدسي روح الخادي الذي ألف أول دراسة علمية للثورة بعنوان أسباب الانقلاب العثماني، وكتبها سنة 1911 بعد سنتين يعني الثورة، ونشرها سنة 1913. آسف أنا غلطان، نشرها سنة 1911 سنتان قبل أن يتوفى. وهي دراسة تقريرية اعتبر مؤلفها دخول المجتمع العثماني للحداثة المرجوة من التنظيمات العثمانية نتيجة خطط مجموعة تركيا الفتاة وحزب الاتحاد والترقي. الظريف في دراسة الخالدي هو أولا اسمها أسباب الانقلاب العثماني. كلمة انقلاب هي التعبير الذي كان سائدا في بدايات القرن العشرين بالثورة، ولا زال هو التعبير المستعمل في اللغة الفارسية. وبميز الخالدي بين مفهوم الثورة والانقلاب. الثورة بالنسبة له هي ثورة الدهماء، يعني اللي يسموه بالإنجليزي mob action، بينما الانقلاب هو التحول الجذري في بنية المجتمع والدولة الذي يشكل الانقلاب العثماني، الثورة الدستورية يعني أحد أشكاله. كانت الثورة الدستورية الثانية في تخصيص روح الخالدي المرحلة النهائية والحاسمة في تحقيق أهداف حداثة النظام العثماني التي بدأها السلطان عبد المجيد في ثلاثينيات القرن، وقد قامت بالدور التحديثي للدولة التي قامت بتأديتها الثورة الفرنسية للمجتمع الفرنسي والأوروبي من حيث الإطاحة بالإبطاع والاستبداد الملكي. يعني هو مميز بين الثورة اللي بسميها انقلاب وبين الانقلاب اللي احنا بنستعمله اليوم، وبيميز بين الثورة الفرنسية التي كانت الثورة الدستورية على شاكلتها، بينما بيشير للانقلاب الذي جاء بالسلطة بمحمد علي باشا كثورة، يعني انقلاب برأيه عكس الاستعمال الحديث. كان الهاجس الرئيسي لدى الخالدي والإجابة على السؤال هل هي ثورة اجتماعية أم انقلاب سياسي؟ وكانت إجابته بالأولى أنها أقرب إلى الثورة الفرنسية، منها الاستلام محمد علي على مقاليد الحكم في مصر. تتجلى المفارقة المشار إليها هنا في تباين ردود الفعل على الإطاحة بنظام عبد الحميد في حواضر بلاد الشام. في فلسطين مثلا نرى أن احتفلت مدن الساحل والقدس كما هو الحال في بيروت بالثورة احتفالات جماهيرية بإعاز من قطاعات من الجيش وحزب الاتحاد والترقي اللي هو تركيا الفتاة. أما في مدن الداخل في نابلس تحديدا فقد استمر التأييد للنظام الحميدي وتضامن مع الثورة المضادة التي حاولت إعادته إلى السلطة في انتفاضة عام 1909. يتعرض إحسان النمر مؤرخ نابلس والبلقاء بامتياز بهذا التفسير لهذا الاختلاف. يقول أن ثورة 1934 استطاعت، هذه ثورة ضد الاحتلال المصري ضد إبراهيم باشا، استطاعت ثورة 1934 بقيادة قاسم الأحمد من قرية جماعين أن تطيح بحكم العسكر واستولت على القدس مؤقتا قبل أن يتم القضاء عليها،
برز خلالها دور آل عبد الهادي وتراجع دور آل الأبا والدقان، أي أنه انتصر الإقطاع الريفي على الإقطاع المدني، وعزز نظام حكم عثماني تميز باللامركزية وسمح للمناطق الجبلية أن تحكم ذاتها من خلال علاقة وطيدة غير مركزية مع سلطة النبي العالي. وقد استفادت النخبة النابلسية من هذه المركزية بتوطيد علاقتها مع نخب الإقطاع المحيط من آل جرار وعبد الهادي والجيوزية، وإن كانت هذه العلاقات تحكمها المصالح التجارية المشتركة وتقودها، يعني تضعفها عملية التنافس على الالتزامات الضرائبية السلطانية. في الانقلاب العثماني ثورة 1908 الدستورية، تركز دعم الثورة في مناطق متصرفية القدس محكومة مباشرة من اسطنبول بعد عام 1876، وقد أخذ هذا الدعم شكل مسيرات وتجمعات جماهيرية في مدينتي القدس ويافا، ميناء فلسطين الرئيسي وعصبها التجاري، حيث قاد الوالي العثماني علي أكرم بيه جماهير يافا في مظاهرة حاشدة أمام السرايا الحكومية. في عندنا صورة فوتوغرافية لهذه المظاهرة اللي هي بتفرجي أول تجمع حاشد في مدن فلسطين اللي كان مبعثه ثورة اجتماعية وليس مسيرة دينية أو تجمع عسكري إلى آخره. الفوتوغرافيا في هذه اللحظة لها أهمية كبيرة إنها استحوذت على هذه اللحظة. أما في نابلس فكان دعم الثورة منحصرا في مناطق محددة من المدينة، وتركز في نادي القلب مقر حزب الاتحاد الترقي وفي أوساط الحامية العسكرية الموالية للثوار. ثم تأتي الثورة المضادة في 18 يناير كانون الثاني 1909، ورافقت عليه الدستور وعودة حكم عبد الحميد الثاني لفترة صغيرة. يسميها إحسان النمر الحركة الاسترجاعية، ويدعي بأن جميع أطياف المجتمع النابلسي تجاوبت مع دعوة لإلغاء الدستور، يعني جبل النار تحرك جماهيريا لإلغاء الدستور وإعادة عبد الحميد في هذه السنة. وزحفت الجماهير إلى ديوان آل النمر، يعني عيلته للمؤرخ، حيث أقسمت بالولاء للسلطان عبد الحميد وصبوا غضبهم على الاتحاد والترقي وعلى قيادة الثورة أنور ونيازي، وقد قاد حملة الولاء للسلطان والنظام الحميدي الحاج توفيق حماد رئيس الحزب الليبرالي المناوي لرئيس البلدية وأتباعه من الاتحاديين. لكن الحركة الاسترجاعية سريعا ما هزمت بعد أن تدخل جيش محمد شوكت باشا في مدينة سالونيك. نادى الاتحاديون أهل نابلس بأن ينضموا إلى صفوف الدفاع عن الثورة الدستورية، وكان مركز التعبئة هو نادي القلب نفسه الذي أبرق إلى الآستانة مدعيا أن 60,000 متطوع سيزحفون من فلسطين للدفاع عن الثورة. إحسان نمر بقول بس 15 منهم وصلوا، وقد انطلقوا من نابلس بما فيهم رئيس مكتب النفوس صائب أفندي وطاهر أفندي عبده. قد وصلوا هؤلاء إلى جنين اللي هي نص ساعة بعيدة من نابلس، عندما سمعوا بهزيمة الثورة المضادة فعادوا إلى نابلس حيث هاجمهم الجمهور بالحجارة والطين. حسب دمر اضطرت قيادة الجيش العثماني أن تجلب 4 كتائب لنابلس لتقضي على أنصار السلطان والحركة الارتدادية، وتم إبعاد رموز النظام الحميدي بعد ما انتصر حزب الاتحاد الترقي. أبعد رموز الاتحاد الحميدي من آل توقان وحماد زعيم الحزب الليبرالي وآل عبد الهادي، ومنع أفرادهم من الحصول على وظائف في الدولة خلال حكم الاتحاديين. السؤال قديش نقدر نصدق هذا العرض اللي قام به مؤرخ نابلس والمعروف بولائه
سلطة عبد الحميد في هالفترة. أهمية إحسان النمر تقع في استخدامه لأرشيف عائلة النمر وسجلات المحاكم الشرعية في نابلس لمعاينة التغييرات الاجتماعية في النظام العثماني في القرن الأخير. وقد بلغ النمر ذروة إنجازه التاريخي في شرح استقلالية جبل نابلس خلال فترة الإقطاع العسكري العثماني في القرن التاسع عشر اللي كان مهيمن فيه التيمار السباحي والتيمار العسكري، وعلاقة هذا النظام العسكري بإدارة وحماية طرق الحج حج الأنفال ومن سوريا إلى الديار الحجازية. كما يقع في تقييمه لطبيعة التنظيمات العثمانية في بلورة علاقة ثلاثية بين الدولة السائرة نحو المركزية وشيوخ النواحي الإقطاعية المكلفة بتحصيل ضريبة الأعشار من أمثال آل جرار في صنورة عبد الهادي في عرابة، وعلاقتهم بالأرستقراطية المدينية في نابلس من آل النمر النمر الأغا وآل توقان تحديدا. كذلك تقع في معالجته لفترة ثورة الفلاحين التي رافقت حملة إبراهيم باشا في سوريا بقيادة قاسم الأحمد، وقد تميز بصعود حلفاء المصريين من آل عبد الهادي وسيطرتهم على منطقة شمال فلسطين إجمالا. أخيرا نرى أهمية النمر في فترة تعزيز السلطة العثمانية سيطرتها على بلاد الشام بعد هزيمة المصريين واحتلال الإقطاع الريفي لصالح تجار المدن الذين استثمروا ثروتهم في صناعة الصابون وفي رأس المال التجاري. وبالطبع هنا تدخل دراسة بشارة دوماني الرائدة في وصف هذه الحقبة الهامة في تعزيز سلطة ملاكين وتجار نابلس على الريف المحيط بها في نهاية القرن التاسع عشر. هذه أهمية إحسان النمر. مقابله نجد دراسة تحريفية تعيد النظر بما كتبه وتصحح على ضوء الدراسة التي قام بها حنا بطاطو فيما حدث في هذه الفترة الحاسمة في تاريخ فلسطين وبلاد الشام الحديث. يدخل إلى الموقف محمد عز الدروسي. شكل دروسي نقيض النمر في تكوينه الشخصي وفي رؤية لتاريخ العثماني المتأخر، فهو منحدر من عائلة موظفين امتاز باندماجهم في سلم البيروقراطية العثمانية، حيث عمل في دائرة البريد والتلغراف والتزم بالانتماء إلى حزب الاتحاد والترقي في بداية حياته السياسية، ثم حزب الائتلاف الليبرالي، وبعد ذلك انضمامه إلى الحركة القومية الفيصلية وحزب الاستقلال. وقد سلط دروز الأضواء على الصراع بين الإقطاع الفلسطيني في شمال البلاد ومجلس البلدية التجاري والمهني. في تاريخ دروزي يركز على مجلس بلدية المدينة والصراعات بين الفئات الاجتماعية الحاكمة في علاقتها مع نظام المركز الجديد. ويرى دروزي عام 1911 كسنة حاسمة في هزيمة الإقطاع المحلي وولاية رئيس البلدية بشير توقان على يد تحالف الحزب التجاري البرجوازي المعروف بالجمعية العباسية نسبة للعباس أفندي، ولاحقا للجمعية الحمادية مش حميدية حمادية التي وحدت صفوف الطبقات المتوسطة والمهنية بزعامة آل زعيتر والشكعة والمصري والجناح المعادل للإقطاع من آل عبد الهادي. وكان العقل المدبر لهذا التحالف الزعيم توفيق حماد كاتب قرب المتصرفية والعضو في مجلس مكوزان. يعالج محمد عز الدروزي بروز يمكن أول حزب برجوازي في مدن المشرق، وكان يسمي حاله الحزب المعادل للإقطاع زعامة حماد، وتصدى فعلا
عائلات نابلس وريف جنين الإقطاعيين بهدف إقامة علاقة قوية مع الدولة المركزية في الآستانة. ارتكز الحزب البرجوازي الجمعية الحمدية كما يسميه الوزير على القيادة التنظيمية الحكيمة لتوفيق حماد وقدراته على الجمع بين مصالح الشبكة التجارية للمدينة ضد الإقطاع الفلسطيني آل-طوقان وحلفائهم الذين استطاعوا أن يتنافسوا بنجاح في الحصول على التزامات الضرائب العشرية بعد أن أصبحت عرضة للمزاد في المجال العام. المفارقة هنا أن هذه القوى البرجوازية الليبرالية كانت في مقدمة دعم السلطان عبد الحميد والقوى الاسترجاعية المضادة للثورة التي قامت بالانقلاب العسكري في أذار 1909. وفيما بعد ضمت هذه القوى الليبرالية إلى تحالف حزب اللامركزية العثماني. والمفارقة الأخرى هي تحالف آل عبد الهادي اللي هم من أكبر الإقطاعيين والذين تحالفوا مع النظام المصري وبرزوا إلى السلطة في ذلك الحين بقيادة سعد باشا وحافظ باشا عبد الهادي، وهي مجموعة ذات أملاك إقطاعية واسعة إلى حزب البرجوازية المعادية للإقطاع، يعني جزء من الإقطاع الفلسطيني انضم إلى هذا الحزب الليبرالي في مدينة نابلس ضد الإقطاع الكبير. لم ترى هذه الفئة أي تناقض في قيادتها بهذا الدور، ذلك أن عزوتهم كانت قوية إلى درجة أنهم لم يعترضوا على هذا التحرك، بل رأوا أن تحالفهم مع الحزب النابلسي كأداة فعالة في صراعهم الفئوي مع الإقطاع السائد حينذاك في المنطقة. وقد وفر سليم الأحمد ابن أخيهم الإطار الفكري والعقائدي لانضمام آل عبد الهادي إلى التحالف المضاد للتحالف الإقطاعي حسب دلوزي. ويذكرنا هذا التحالف السابق التي مثلها نظام التسييج البريطاني، بسام حداد ذكر بيرنتون مور أستاذنا حنا بطاطو اللي شرح أهمية الشرخ الذي حدث في أوساط الأرستقراطية الملاكة في أوساط بريطانيا في القرن الثالث عشر والرابع عشر ضد الإقطاعيين التقليديين وبرز استثمارهم التجاري كبداية حركة التصنيع في بريطانيا، وهي من أوائل حركة التصنيع. يعني انشرحت الطبقة الإقطاعية إلى قسمين، سمح قسم منها بدفع عجلة التصنيع ضد الإقطاع الزراعي. بيرنتون مور كمان بيشير لحدوث هذه نفس الظاهرة في اليابان في فترة الاستعادة الميجية، ميجي ريستوريشن. وهذه خصائص تجمع بين بريطانيا واليابان تحديدا، لكن موجودة أيضا في تاريخ بلاد الشام كما نرى في هذه الظاهرة. بينما تبنى دروز إطارا ماركسيا وماديا في تحليل طبيعة الصراعات في المنطقة، إلا أنه يعاني أيضا من اختزاله للقوى الاجتماعية داخل أطر سياسية في هذا التحليل. يعني كان يفكر، وهذا المعضلة اللي تجاوزها حنا بطاطو، إنه في علاقة بين الكاتيجوري الفئة الطبقية الاجتماعية وموقفها السياسي. فهو بيشوف إنه غريب إنه جزء من الإقطاع الريفي ينضم للحركة البرجوازية الاستثمارية، بيشوفها مفارقة. انقسمت التيارات السياسية في فلسطين ونابلس تحديدا في تفسير محمد عز الدروس إلى تيارين خلال الثورة الدستورية. جاء الدعم الأساسي للحركة الاسترجاعية، يعني الرد المضاد للثورة، أي إعادة السلطان عبد الحميد والسلطة الحميدية للسلطة من الشرائح التجارية والحزب الحمادي البرجوازي. بينما دعم الإقطاع السياسي طوقان وحلفائهم الحركة الدستورية والتمثيل المحلي للولايات الشامية في مجلس مبعوثات. ويبدو أن الجماهير المدنية والفلاحين كانوا مغيبين في هذا الصراع. ولعل هذا الغياب يفسر لماذا قامت معارضة الراديكالية للنظام الحميدي
بما فيهم عزة دروز ورفاقه من دعاة الحركة الفيصلية لاحقاً إلى الوقوف في موقف المتفرج من هذه الأحداث. يعني مش بس بطاطه كان موقف المتفرج. التحليل التاريخي اللي قام فيه حمد عز الدروزة خلاه يبتعد عن ثوار الحركة الدستورية وعن الثورة المضادة بنفس الوقت. وأخذت تعادي كلا التيار الحميدي والحركة الدستورية لزعامة حزب الاتحاد الترقي لصالح اللامركزية أولاً وباتجاه انفصال الولايات الشامية عن السلطنة في نهاية الحرب العظمى. بدي أنهي حديثي باستنتاجين. هل كانت هذه أول ثورة اجتماعية في القرن العشرين؟ السؤال طبعاً هل كانت هي ثورة اجتماعية ولا هل كانت انقلاب بالمعنى السلبي اللي استعمله الخالدي؟ أولاً لعبت الثورة الدستورية ضد السلطان عبد الحميد بقيادة تركيا الفتاة دوراً حاسماً في تعبئة جماهير حواضر بلاد الشام لأول مرة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين على أسس إيديولوجية اجتماعية لا علاقة لها لا بالدين ولا بالاتجاه القومي اللي جمعت بين العرب والأتراك والأرمن. وكانت هذه قبيل مذبحة الأرمن، يعني كان في انخراط واسع للجماهير الأرمنية في تعزيز مكاسب هذه الثورة. وإنما انقسمت بين مؤيد ومعادي للبرامج الاجتماعية التي نادت بها الحداثة العثمانية. انقسمت النخب السياسية في حواضر بلاد الشام حول الثورة الدستورية بشكل متباين عكس مدى اندماج هذه النخب في الهيكلية الجديدة للسلطة العثمانية. وقد تميزت مدينة نابلس في هذا الصراع بوجود مراقين من أمثال التميمي والنمر ودروزة استطاعوا أن يعبروا عن علاقة هذا الصراع بالتيارات الاجتماعية في أرجاء مدن وقرى بلاد الشام، وإن كانوا أحياناً يخلطون بين الغابة والشجرة. وقد تميز المؤرخ المحلي إحسان النمر برؤيته الثاقبة لخلفية هذا التغيير الثوري وسبب معادته لها وتأييده للثورة المضادة الحميدية. فهو يقول في هذا المجال حول الأثار السلبية للتنظيمات العثمانية وبحثها الدؤوب عن طرق لزيادة ريع الدولة المركزية. يقول كلام لحسن نمر: مع تراجع دور أمراء جبل نابلس ومشايخها الإقطاعيين برزت طبقة جديدة من المستثمرين التجاريين وتحول الالتزام العشري إلى عملية مزايدة وبدأت عائلات حديثة الثراء في احتلال مواقع بيوت الحكم. بيوت الحكم يعني فيها بيوت الأرستقراطية الكبيرة من آل الدقان والنمر عائلة روبن. وقد بدأت في المناقصات على عملية جباية الضرائب وتدريجياً احتل الإقطاع المالي مكان الإقطاع الملكي وأدى ذلك إلى نتائج وخيمة لأن الملاك الجدد فقدوا القدرة على السيطرة الإجماعية على الفلاحين وبدأوا باستعمال سلطة الدرك والشرطة في فرض جمع الضرائب. ثالثاً نرى هنا غياب البعد القومي بشكل لافت للنظر في أحداث الثورة الدستورية والثورة المضادة التي تلتها عام 1909. انقسم الشارع اللبناني والفلسطيني والسوري بين مؤيد لتركيا الفتاة وأنصار النظام الحميدي. ومن الملاحظ هنا ضعف التيارات القومية العربية الانفصالية. هذا الحكي مهم جدا لأنه لما تقرأ التاريخ القومي اللي بدي يظهر بالثلاثينات والأربعينات والخمسينات واليوم ببين كأنه الحركة الانفصالية بدأت في القرن التاسع عشر مع النهضة، وهذا الكلام مش صحيح أبدا. يعني هون في خضم الثورة الدستورية ما بنشوف أثر لا لثورة الهاشميين ولا لتحالفهم مع الحركة السورية الوطنية في دمشق ولا الآثار اللي بعدين بدنا نشوفها بعد تعليق الثوار في ميدان البرج. إذ أن جميع التيارات السياسية خلال هذه الفترة بما فيها الأحزاب المحظورة كانت عثمانية تشمل الاتحاديون والائتلافيون والحزب الليبرالي وحزب اللامركزية العثماني.
الاستثناء الوحيد في هذا الخضم كان التيار الوهابي الذي تعاطف معه رشيد رضا في لبنان والشيخ سليم اليعقوبي في فلسطين، وكلها أحزاب معادية للانفصال والانهزام القومي، كلها كانت معادية وغير يعني بما فيها الوهابيين كانوا ضد الانفصال عن الدولة العثمانية. وما هو سبب ضعف التيارات القومية؟ نرى أن نخبة المدن كانت مندمجة بشكل كبير داخل الجهاز البيروقراطي والعسكري العثماني، خصوصا وأن معظم التعيينات كانت محلية، أي كان لها نصيب في النظام. أما نظام الجباية الضرائبية فكان يعتمد على المناقصة الدورية للعائلات القطاعية، مما جعلها في حالة تنافس داخل أركانها. أما العسكر فكان يجند محليا ويخدم في جميع أرجاء السلطنة، وهو الركيزة الوحيدة في جهاز الدولة الذي أدت الحرب إلى تأليب عامة فيه ضد الدولة خلال سنوات الحرب العظمى، اللي هو تخصص الدكتورة ليلى فواز. بالرغم من أن العرب في القيادة العسكرية ونسبة العساكر كانت تشكل ثلث مجمل الجيش العثماني، وهي نسبة قريبة لعددهم في الجيش. أخيرا السؤال، كيف الوقت؟ هل كانت الثورة الدستورية لعام 1908 ثورة حقيقية أم مهزلة بين قوى الخلافة الشرعية كما يسميها أحسن نمر، أم مهزلة ضد الخلافة الشرعية وأعداء الإسلام؟ لقد شخص محمد عز الدروزي بصحة وضع هذه الأحداث عندما رأى فيها صراعا حقيقيا ذات طابع اجتماعي طبقي، ولكنه كان صراعا حول السلطة بين جناحين من النخبة الشامية في نابلس وفي مدن أخرى في بلاد الشام، وكان الصراع بين طبقة التجار وأصحاب الدكاكين من ناحية، وبين الإقطاع المديني القديم الذي أيد فيه التجار النظام الحميد القديم والثورة المضادة. يعني الطبقات الوسطى في المدينة والجماهير المدينية أيدت الثورة المضادة، كانوا مع استعادة النظام الحميدي، وقفوا موقف ضد حزب الاتحاد والترقي، بينما الإقطاع اللي كان بدا يفقد مواقعه لعب دور مع الثورة الدستورية، انعكست الأمور لأنهم كانوا ضمانات بقاء النظام اللامركزي. هذا السر التحليل في كل اللي قمت فيه هذا، إنه الطبقات الوسطى في المدن والطبقة البرجوازية التجارية الصاعدة كانت مع بقاء النظام المركزي اللي حزب الاتحاد والترقي والثورة الدستورية هددته، كانوا بدهم عودة للنظام اللامركزي القديم، عشان هيك أيدوا الثورة المضادة. إن بقاء نابلس على ولائها للسلطة العثمانية بشقيها الاتحادي والسلطوي خلال الحرب العظمى كان أحد الأسباب الهامة في تأخير سقوط سوريا الشمالية وولاية بيروت الممتدة من نابلس جنوبا إلى اللاذقية شمالا في أيدي الحلفاء بعد دخول جنرال ألنبي إلى غزة والقدس، إذ أن التحالف الهاشمي السوري تحت شعار استقلال بلاد العرب عن الأسيتان والدولة العثمانية لم يكن بعد قد استحوذ على أغلبية داعمة من قبل التيارات السياسية في مدن بلاد الشام إلا في السنوات المتأخرة من الحرب، وهو حسم لم يكن ليحدث لولا السياسة الخاطئة التي اتبعها قائد الجيش الرابع أحمد جمال باشا في قمع التطلعات اللامركزية لنخب سوريا ولبنان وفلسطين. أخيرا نعود إلى دور الجماهير في هذه الثورة. الاعتقاد الشائع بين المؤرخين أن ثورة 1908 كان لها شعبية واسعة في أوساط الأقليات العرقية والدينية في مناطق الرملي، يعني غرب الأناضول وبلغاريا، وأن الجماهير المسلمة في الأناضول والحواضر الشامية بقيت على ولائها للسلطان عبد الحميد ونظامه، خاطئة. صحيح
ذلك أن قاعدة التأييد لثورة الحرية انتشرت في كل المدن الشامية بما فيها حلب ودمشق وبيروت وطرابلس، وفي فلسطين برزت يافا والقدس مركز الحامية العثمانية وجهاز الدولة البيروقراطية في طليعة مؤيدي الثورة، باستثناء نابلس، يعني نابلس كانت تختلف عن كل هذه البطاقة. عكست الانقسامات التي شاهدناها في نابلس بين فئة اجتماعية متسلطة مؤيدة وشريحة تجارية ومهنية معادية حالة خاصة وإن لم تكن استثنائية. العنصر الحاسم في تأييد الثورة المضادة وعودة السلطة الحميدية كان يهدف إلى إبقاء الاستقلال الذاتي لمتصرفية جبل نابلس والخوف من المركزية البيروقراطية التي وعد بها حزب الاتحاد والترقي. وبالطبع كان جزء من الجماهير يؤيد النظام الحميدي من منطلق دعم شرعية الخلافة الإسلامية، وربما خوفا من سياسة التتريك التي بدأت تظهر حين ذلك. أما الفلاحين فبقوا مهمشين في كلا الثورتين الدستورية والاسترجاعية عام 1998، إلا أن تجنيدهم في أركان الجيوش الرابعة والخامسة والثامنة خلال الحرب وتشتيت العائلات الريفية التي رافقت السفر برلك ونفي وموت الآلاف منهم في الحرب العظمى لعب دورا أكثر حسما في اقتراب عسكر الفلاحين عن جسم الدولة وتقويض سلطتها وهيبتها خلال عمليات التنصل بالخدمة العسكرية الجماعية والهروب من جبهات القتال في بير السبع وجناح قلعة والقفاص. شكرا.